ولمناقشة تداعيات تأخر في إقرار الموازنة العامة في العراق وأثرها أيضا على الاقتصاد والمشروعات المتأخرة ومن ثم على المواطن العراقي بطبيعة الحال، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور صباح علو. حياكم الله دكتور صباح. حياك الله. أهلا بك دكتور صباح. إلى الآن لم تصل الموازنة إلى البرلمان، لماذا؟ هناك جملة أسباب. أولى هذه الأسباب، منذ 2004 ولغاية الآن السلوك المتراكم لسياسة وإدارة الموازنة يعتمد دائما على القوى السياسية في صراعها للاستحواذ على الموازنات المختلفة ولغاية اليوم، وهذا يعكس لنا عدم تطور أي شكل من أشكال وضع مصلحة العراق والمصلحة العامة قبل كل شيء. الاستحواذ بأي معنى؟ الاستحواذ على الموازنة من قبل هذه القوى السياسية بأي معنى؟ الاستحواذ على موازنة دولة مثل العراق، توزيع المشاريع، التخصيصات، عملية فك الارتباط في بعض البنود الخاصة بالموازنة، إضافة إلى وضع كثيرا من البنود الخاصة بالاستثمار التي تكون شكلية أكثر مما هي عملية تنفيذية، والإسراع على تنفيذها مما أدى إلى هدر كبير جدا في أموال الاستثمار وتحول الموازنات بكل أشكالها سنة بعد أخرى إلى زيادة كبيرة جدا في مسألة الموازنة التشغيلية، وتقدر هذه الموازنة بحدود حوالي 75 إلى 78% من قيمة الموازنة. طيب دكتور صباح، في مثل هذه الأحوال وفي الدول التي يحكمها القانون إن صح التعبير، من هي الجهة المنوط بها مراقبة وقوننة مثل هذه يعني أو ضوابط هذه الموازنة لئلا يطغى حزب أو قوى سياسية على أخرى، لكي لا تطغى ولكي لا تستحوذ على حساب مصلحة البلاد، من هي الجهة المنوط بها تنفيذ ذلك؟ حقيقة اللجنة المالية الموجودة في داخل مجلس النواب يجب أن تمتلك الاستقلالية بعيداً على التوجيه السياسي والضغط السياسي بكل أشكاله، ولكن العراق يختلف عن كثير من دول العالم في مسألة إقرار الموازنة والتدخل المباشر في توزيع وجود قوى سياسية في داخل مفاصل الدولة لعملية التنفيذ لبنود الموازنة، وهنا يكمن الخلل في عملية التأخير. يعني نلاحظ أي مجلس في العالم بعد 6 أشهر أو أكثر لا يمتلك رئيس للمجلس، هذه كلها خروقات دستورية مما يؤكد أن هناك جهات تعمل لصالحها بعيدا عن الدستور وبعيدا عن القانون. هذا الفراغ الذي شكله عدم وجود رئيس للمجلس كيف أثر أيضا، هل أثر بالفعل تأثيرا كبيرا على موضوع إقرار الموازنة أم أنه تحصيل حاصل؟ بالتأكيد أثر بشكل أو بآخر، لأنه الرئيس يمتلك عملية الحسم بينما نوابه موجودين عملية محاصصة، هذا جانب أيضا مهم وخطير، رغم أنه رئيس المجلس هو جاء من ضمن المحاصصة منذ 2006 ولغاية الآن، ولكن أصبحت عملية تقليدية مستمرة أن الرئيس يعمل على عملية وضع جدول المناقشات والاجتماعات لإقرار القوانين ومن ضمنها الموازنة السنوية، هذا جانب مهم جدا. لاحظ أن الموازنة بالعراق حقيقة تتجه نحو الأهداف السلبية، ورغم وجود ارتفاع كبير جدا في قيمة الموازنات، إضافة إلى ما الهدف الجوهري والأساسي لإقرار موازنة 3 سنوات
تتراوح في كل سنة بحدود 153 مليار دولار، وتتضمن ما يقدر 38 مليار دولار للاستثمار، وتمتلك الدولة ديون خارجية وديون داخلية كبيرة. لاحظ هذا 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 ليس تخطيطا، لا يدلل أن هناك برامج تخطيطية حقيقية للسنوات الثلاث التي اعتمدت كموازنة خارجة ومثيرة للجدل في العالم، ليس فقط في العراق. وكثير من المشاريع تنتظر عملية الاعتماد والتخصيص للبدء بها. نلاحظ أيضا أنه رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط التي اعتمدت الموازنة بسبعين دولار، وبتصدير 3.5 مليون برميل نفط، نلاحظ لكن هناك كثير من عمليات الشكوك بإنهاء الدين العام الخارجي، خاصة الذي قدر في 22 بحدود حوالي 19 مليار. استطاعت الحكومة لارتفاع أسعار النفط تسديد نصفه، أي أن الآن حدود حوالي 9 مليار الدين الخارجي، ولكن الدين الداخلي يقدر بحدود حوالي تقريبا 60 مليار دولار، عفوا 60 تريليون دينار عراقي، وهذا قد يرتفع إلى 80 تريليون دينار عراقي إذا بدأت عمليات الاعتماد على القروض الداخلية والخارجية في عملية تنفيذ مشاريع التنمية أو الاستثمار التي رصدت لها 38 مليار. هذا جانب، لكن الجو السياسي العالمي والإقليمي بالدرجة الأساسية ما يعيشه الشرق الأوسط من عملية توتر والحرب الأوكرانية وكذلك التصعيد في غزة، قد يؤدي ذلك إلى عملية انخفاض في أسعار النفط بشكل أو بآخر، خصوصا أن الخزين الاستراتيجي للدول المستهلكة ارتفع بشكل كبير جدا، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وغيرها واليابان. ولذلك نلاحظ أن قرارات أوبك بلاس في عملية التخفيض لا تتضامن مع العراق في مسألة زيادة الإيرادات، بل أن على العراق أن يلتزم للحفاظ على الأسعار. إذن هناك مواجهات كثيرة سيواجهها العراق في 2024 في اعتماد الموازنة، وكذلك أيضا في 25. هذا يشكل خطورة كبيرة جدا في عدم التخطيط، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم، الاعتماد على الاحتياط النقدي، وقد يتآكل. وخصوصا في الموازنة تم رصد 500 ألف توظيف، طيب، موقع توظيف للموظفين في الدولة، وهذا سيأكل بشكل كبير جدا من حجم الموازنة في المستقبل، طيب، إضافة للتضخم الموجود في البطالة المقنعة. نعم، إذن يعني أوجزت لنا، شكرا جزيلا لك دكتور صباح علا، وكنت ضيفنا عبر سكايب من عمان، الخبير والباحث الاقتصادي إذن الدكتور صباح علا، وشكرا جزيلا لك.